الوقت البديل يعطي الاطمئنان للجمهور لزملائه للطاقم التقني للطاقم الاداري الكل منتشي بهدف ثالث اعطى الامتياز الفريق امل بحضوره رغم التاخر في النتيجه في الاعداد الاولى ثم يعود للتسجيل ونبيل امغار يتلقى البطاقه الصفراء لماذا خلع القميص من طرف اللاعبين وهم يعرفون جيدا ان المصير هو بطاقه صفراء وعندما تتولى بطاقه الصفراء يعني تتولى الايقافات بعد ذلك وايضا ربما في مباراه واحده ربما يتحول الى بطاقه صفراء ثانيه اذا بطاقه صفراء ثانيه نبيل امغار بضربه خطا مباشره تغالط الحارس يعني اخطا التقدير الحارس حمزه حيمودي اخطا التقدير هو هفوه اخرى في الدفاع المسفيوي